ذكر في بالحادثة 2017 عندنا خمسة يعني تعديوا على المحكمة، واحد بسبب سيجارة في باحة محكمة في بنزرت، كان هو الأخير في رمضان 2017. التجاهر هذا بالإفطار في رمضان عندنا منشور يعود إلى الثمانينات، يسميه فيه منشور المزالي حسب ما اذكر، ويقضي بغلق المقاهي والمطاعم في شهر رمضان، واحيانا يتم تطبيقه الحقيقه معناها بشكل عام، فهمت، يتم تطبيقه الى الان ورغم الدعوات الى الغائه لانه يمس من الحريات. التجاهر بالافطار لانه ما عندناش نص يجرم الفعل هذا، نرجعوش تو للاعتداء على الاخلاق الحميده او يخدموا الاعتداء على الحميده، ثم بعض المحاكم في اطار اجتهاد قاضي يعتبروا، صارت في محكمة ناحية بنزرت زادة في منوبة، أنه في عمليات كما هكا قدام الناس معناها تبدأ حماربي والعباد قاعدة وكذا ويجي أربعة كيبدأ هكا ديما الاستفزاز، التجاهر هو الصادم، الطريقة الصادمة للناس للعامة للمجتمع هي اللي تقلق. فوقع في إطار اجتهاد القاضي صنف أو كيف هذا الفعل على أنه اعتداء على الأخلاق الحميدة وأوقع العقوبة المستحق على الاعتداء على الاخلاق الحميده، وقت اللي انا نعتبره انه اذا التكييف هذا ما غير ضيق توسع فيه القاضي، ولكن عمده في ثواني معاه ولا ضد؟ انا الحقيقه مع الحريات، شوف مع الحريات ثم مشهد مش جميل ياسر، تو نحن نعرفوا اللي ثم ناس ينجموا يفطروا حتى هو مريض بالسكر او مريض حتى من القناعه يدخل يفطر يا سيدي مريض.